السلام عليكم اخواتي اخواتي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلامه. اليوم عاودكم واحد الفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. راني نطول لكم في جوج سيمانات في الفيديو ديال السيمانات واحد شي فيديو ان شاء الله هذا يعجبكم. واحد الفيديو صافي في فرنسا كان غادي في واحد الطريق غزالة ما شاء الله كبيرة، هذا كي الطريق ديالو الخدمة وكيصاد في واحد الغزالات، ولكن لقيت غزالات غزالات سميت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. سي بارتي طبيعة زوينة والطريق حتى هي غزالة، شوف الطريق كبيرة ما شاء الله. اليوم انا غادي نرافق غادي نمشي معاك ان شاء الله يا ربي. كاين واحد اخرين عاوتاني غوميي و الله انا غادي نجلس غادي نجلس حافظة الطريق دايما معاك. باقا واحد اخرى الباور شوفوا ما شاء الله كاين هو هاد ديمن يدوز عطيه شنقول ديمن يصاد في هاد الغزالات، بعض المرات كيصاد خطير علاك مالو يكون فيه 12 13 الله يبقى بقى كلشي كيهرب وما سبحان الله العظيم. زعما ما شاء الله زعما الطبيعة زوينة ومنظر غزال وما شاء الله، وقلت علاش ما نشارك معكم هاد الفيديو وتشوفوا الطريق اللي كيضرب خويا بسكين عرفتي ما شاء الله الله يحفظو ويطول لي عمرو، كيساعدني لا انا ولا الاخت ديالي. اي فيديو كيصيبو مره يصيفطو لعندي مره يسعد مره يصيفطو الاخت ديالي. الاخت ديالي تاهي عندها قناة ليمون، كنتمنى ان شاء الله ما تنساوهاش وتواصلوا معها وتديروا لها الاشتراكات وديروا لها جيم والبصمة كما كنقول لكم دائما لا عندي ولا عندها، البصمة البصمة يا حبايبي. ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو ويعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، والفيديو ما شرح نفسه غزال ما شاء الله يا ربي يعجبكم. وتطريق تطريق غزالة تطريق واحد المنظر زعما هائل زعما ما شاء الله زعما شابو لعندو اللي كيطيب يوميا هادي هي الطريق ديالو للخدمة دائما. مسكين بعض المرات شتي دابا راه مازال السبعة كتجي في العشية يعني الضوء كاين الضوء، راه بعض المرات كيكون في البرد كيكون السبعة كتجي في الظلام والله إلا كيكون غادي مسكين إلا بوحدو في الطريق ما كاين. كنبغي نشوف شي طوموبيل تكون دايزة أبدا جامي والله إلا والله يعاونو الله يطول لي عمرو ومسكين كيساعدني بزاف زعما والله الله يكثر خيرو ربي غادي يجازيه الخير اللي كيدير معاه يدير معايا ومع الأخت ديالي حتى هي قلت لكم عندها هي القناة ديالها حتى هي إيك ليمون وهي اللي ساعدتني وهي اللي زعما هي اللي زعما في الحقيقة اللي درت لي هاد القناة أنا ما نعرفش هي في الحقيقة هي اللي كتصيب لي هاد القناة. كنشكرها من هاد المنبر الله يحفظها وطول لي عمرها وإن شاء الله القنوات ديالنا يطلعوا في القناة العلاني إن شاء الله يا رب. وخويا الله يطول لي عمرو كيساعدني وكيعطيني القوة من عندو زعما تكين دائما يعطيني فيديوهات وكنشكرو بزاف ونشكر كل واحد كنعرفو وسيرتو كنشكر العيلة الطيبة عيلة حبيبي والله كنشكرها بزاف كتساندني زعما بقاتها وعاونتني شكرا كنشكرها بزاف وعلى رأسها أبي الغالي أبو مريم الله يطول لنا عمرو ما شاء الله عليه زعما تكين قايم بالواجب وكيصبر معنا الله يطول يا عمرو ويخلينا حتى الفقر يصنع ما شاء الله عليه. ودابا حنا نكملوا الطريق ان شاء الله غادي نكملوا الطريق حتى للثروة باذن الله والله يستر على خير ويجيبوا على خير البعض ان شاء الله الله يعاونو الله يسهل عليه يا ربي يسر اموره ان شاء الله يا ربي امورنا جميعا. وغنخليكم دابا مع الفيديو ان شاء الله والفيديو يكون شرح نفسه. انا بغيت نشارك معكم هاد اللقطات ديال هاد الغزالات اللي تبارك الله دايرين تا هما دايرين الروعة دايرين ما شاء الله. شوف شوف القفل شكون داير تا هو كيف كيبغيكم كيقول لك غزالات إلا قالوا غزالات راهم غزالات. دابا قال خويا انا غادي نتلاقاهم في الطريق الاخرى ساعة ما خرجوش دخلوا للغابة والحمد لله الله يعاونو ويعاون كل مسلم مسلمة يا ربي وان شاء الله يكون خير باذن الله الله يسهل الامور للجميع. وما تنساوش البصمه والاشتراك وتفعيل الجرس يلقط الحركه هذا الشيء ديال الفيديو هي دارت فولر من اول تليفون. شكرا بزاف بزاف وفيديو اخر ان شاء الله يا رب.